في البدايه قبل ما نتكلم في المستقبل خلينا نروح نشوف اهم انجازات الاهلاويه في عام 2018 ونرجع نستكمل هذا الحوار شيق. عبر 107 اعوام لا يمر عام الا وتدخل البطولات والكؤوس دولاب بطولات النادي الاهلي. ومع نهايه عام 2018 حقق ابناء الاهلي بطولات عده. كره القدم دره تاج العاب الاهلي. فاز النادي الأهلي ببطولة الدوري الممتاز للمرة 40 في تاريخه مصحوبة بالعديد من الأرقام القياسية. هو الفريق الأكثر تحقيقا للفوز بالمباريات في موسم واحد والأكثر تسجيلا للأهداف في موسم واحد في تاريخ البطولة. كما فاز الفريق ببطولة كأس السوبر المحلي للمرة 10 في تاريخه من 15 مرة أقيمت فيها البطولة، واكتفى الأهلي إفريقيا بالوصافة للعام الثاني على التوالي. كرة السلة على مستوى فريق الرجال فاز الأهلي ببطولة الدوري المرتبط مع بداية العام، ثم فاز ببطولة كأس مصر، وختم العام بالفوز بالدوري المرتبط مرة أخرى وللعام الثالث على التوالي. على مستوى فرق السلة للسيدات نجح الفريق في تحقيق لقب دوري المرتبط وكأس مصر وبطولة دوري المنطقة ودوري السوبر في بداية العام، وفي نهايته كرر الفريق الفوز بلقب دوري المرتبط ودوري منطقة القاهرة لكرة السلة. الكرة الطائرة كان الموسم أكثر من رائع. استعاد الفريق الأول للرجال لقب دوري الكرة الطائرة بعد غياب، وفاز أيضا ببطولة كأس مصر. كان اللقب الأكبر بتحقيق لقب بطولة إفريقيا لأبطال الدوري. لم تكن سيدات الكرة الطائرة بالأهلي أقل روعة من فريق الرجال. فزنا ببطولة الدوري العام كأس مصر، ختمنا إنجاز العام بالفوز ببطولة إفريقيا لأبطال الدوري لتحصد الكرة الطائرة بالأهلي كل البطولات التي شاركت فيها. حقق فريق كرة اليد للرجال لقب بطولة دوري المحترفين وبطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس. كانت سيدات اليد في الموعد، فحققنا الفوز ببطولات الدوري العام، كأس مصر، وبطولة منطقة القاهرة. في هذه الألعاب الجماعية حققت فرق قطاعات الناشئين المختلفة العديد من الألقاب التي تخطت كل ما فازت به الفرق المنافسة، مما يبشر بمستقبل مزهر لفرق النادي بإذن الله. في لعبة تنس الطاولة فاز رجال الأهلي ببطولة الدوري العام، ختموا الموسم بالفوز بلقب البطولة العربية لتنس الطاولة رجال. كما حقق فريق تنس الطاولة لسيدات بطولة الدوري العام، ثم الفوز بلقب البطولة العربية لتنس الطاولة سيدات. لم تكن لعبة التنس الأرضي بعيدة عن منصات التتويج، فاز أبطال النادي ببطولة الدوري للرجال والسيدات. في قطاع الكاراتيه سيطر أبطال الأهلي على أغلب الألقاب، فشهد قطاع الكاراتيه فوز النادي الأهلي بالمركز الأول للترتيب العام لمنطقة القاهرة في كافة المراحل العمرية، وبفارق أكثر من 700 نقطة عن أقرب منافسيه. وفي بطولة الجمهورية حقق المركز الأول بفارق 300 نقطة عن أقرب منافسيه، وتوج النادي الأهلي بسبعة دروع من أصل 12 درعا لبطولات اتحاد الكاراتيه. في قطاع السباحة حقق الفريق الأول بطولات الجمهورية ومنطقة القاهرة الصيفية والشتوية رجال وسيدات. وصل إجمالي عدد الميداليات التي حصل عليها قطاع السباحة 1096 ميدالية متنوعة، بواقع 508 ميدالية ذهبية
و288 ميدالية فضية و300 ميدالية برونزية. كما شارك فريق سباحة بالنادي الأهلي في منافسات بطولة بلغاريا الدولية وحقق المركز الأول رجال وسيدات بواقع 20 ميدالية ذهبية ومثلها فضية و14 ميدالية برونزية. لم تكن ألعاب القوى بعيدة عن الألقاب، فحصل نجوم الأهلي على 164 ميدالية متنوعة بواقع 65 ميدالية ذهبية و57 فضية و42 ميدالية برونزية، وفاز ببطولة الجمهورية لألعاب القوى. وفي ختام العام نتمنى بإذن الله تعالى استمرار الإنجازات ومضاعفتها لتحقيق آمال وطموحات جماهير النادي الأهلي في كل مكان. إنجازات أهلوية في 2018.